السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. معكم وريسون تي في، وكما وعدتكم في الفيديو اللي قبل انني غادي نجيب لكم جيم بلاي في ماينكرافت. واليوم ماشي بوحدي، اليوم معايا واحد الطيف اللي هو كازاكي. السلام عليكم كازاكي. اشنو غادي نديروا اليوم في ماينكرافت؟ اشنو باش غادي نبداو واشنو نديروا؟ بما ان الحلقه الاولى واول مره كنلعبوا في هذا السيرفر هذا ولا هذا الموند هذا، خصنا سيرفيفيو في هذه الحلقه هذه، لان بما ان الحلقه الاولى وما عندنا والو مازال ما عندنا الدروع على والو، نسيرفيفيو نحاولوا نعيشوا وما نموتوش، وخصنا نسيرفيو. يلا سير دابا، شنو هي اول خطوه خصنا نديروها في ماينكرافت؟ خصك اول حاجه خصك ديرها هي تجمع الخشب. الخشب هو باش كتبني، باش كتكرافتي، ولا باش كتقاد داك السلاحات ديالك، الادوات ديالك، كلشي داكشي ديالك كيبدا فيه واحد الجزء اساسي الخشب. الخشب ضروري تقريبا. المهم نجمع انا شويه الخشب، حتى انت جمع شويه الخشب. واخا نمشي للخشب الاخرى، نجمعوا شويه الخشب، وديك الساعات كرافتي ونمشيو. من بعد ما نجمعوا الخشب نجمعوا الحجر، لان غادي نقادوا الادوات ديالنا في الاول بالحجر. ضروري اذا من الحجر، الحجر والخشب. الخشب اما تقدرش تجمع الحجر، ما جمعتيش الخشب. الخشب هو باش تقاد هذاك الفاس ولا البيكاكس، باش تقاد باش نجمعوا الحجر. بان لي واحد البركان هنا، واحد اللافا. لافا كاينه تما اللافا. كاينه مزيانه، غنستافدوا منها، ولكن ماشي دابا، لان باقي الله في الاول نقدروا نقادوا بها شي حاجه، ولكن ماشي دروك، حتى من بعد، حتى الحلقات الجايه ان شاء الله. جمعتي الخشب؟ دابا انا كنجمع فيه. المهم الا وكاين واحد الحاجه ضروريه، الا بديتي الا بان لك شي خروف قتلو وجمع الصوف ديالو، لان الصوف ديالو هو باش غادي نصوبو اش كيتسمى الناموسيه. باش نعسو، هنا هي اللي ضروري، لانك تساعدك هي باش يدوز الليل ويجي الصباح دغيا. مين كيجي الليل كيكونوا لي زومبي ياكل وحش كيخرجوا، تتسبانو لي مونستر. سبانو لي مونستر، خصنا نردو بالنا، خصنا نسربيو. خصنا نسربيو قبل ما يجي الليل، نجمعو هادشي ديالنا باش الا جا الليل يلقانا موجدين. كيما كتشوفو راه الشمس هياك. فين كنت دروك؟ فين مشيتي؟ انا هاني نطلع دابا عندك الفوق. شوف انزل قلب عليا على هما الخرفه اللي هي. الا بالك شي خروف كاينين هما هنا دور. ها انت ما عرفتش فين كنت. انا كاين. انت صافي. المهم ها هما الخرفان كيبانوا لي لهي شتيهم. كيبانوا لي صافي، نمشي عندهم نحاول نقتلوهم. قتلو جمع ثلاثة تاع الصوفة. نعمو شوية. دروكا غادي نجمعو شوية الصوفة باش نقادو ناموسية، لأنها ضرورية. من بعد نمشيو نجمعو الحجر. الحجر باش نقادو. شحال ديال الصوف خاصنا بالضبط تقريبا؟ ثلاثة هما باش ثلاثة. باش تكرافت الناموسية. ايه ثلاثة واحد الصوفة. هي وحدة. انا وقت فين هربة؟ كيهربوا ولا تضربهم؟ كيهربوا كيبغيوش يموتوا. عندك طيحي. تحتي صح مات. صافي كان يطيح في اللافا. كاين اللافا عاوتاني تما. كاين عاوتاني هنا. سيبالي هاد القنت هذا عامر في اللافا. ياك ما كتشكلش علينا خطر ولا شي حاجه، الا طحتي فيها هي خاصك تبقى بعيد عليها. غير الا طحتي فيها الله ينيك مشيتي. دروك نقادو. دابا عندي ثلاثه تاع سميتو ديال الصوفه ديال الخروف. خليهم غادي نقادو دروكا باش نقاد نصيبل كرافتين تيبل. قديتي داك الخشب؟ رديتيه بلانكس. دابا ردو تسنوا. كندير واحد الخشبه هنا وكيعطيونا اربعه تاع لي وود بلانكس. ندير واحد اخر. دوك الود بلانكس هما باش كتقاد الكرافتن تيبل، هما باش كتكرافتي. قديتهم؟ المهم قديتهم. ومن بعد غادي نقاد فين حط اربعه ديال هذوك لي وود بلانكس ياك. باش يعطيني بلاصه ديال الكرافت. باش يعطيك الطابل ديال الكرافت.
ومن بعد ماشي هادي ومن بعد دير قد ديك ستيك لاصا ستيك قديتها. المهم الا قديتها ومن بعد غادي نقادو واحد البيك اكس ديال الود ديال الخشب. ها هي ديال الخشب قديتي كرافت تيبل. هي شنو حطها وقد ديتها باش نشوف انا الا بانت لي شي قنت فيه الحجر. راه وليت يبان لي الحجر خاصنا دروكا. فين هي الشمس؟ الشمس الشمس بدات في الوسط دروكا دروكا الوسط تاع النار. قديت قديت هذيك الفأس قديته قديتي. جمع هاد الكرافتين تيبل ويلا نمشيو نقلبوا على الحجر. يلا سير صافي خصنا دابا نقلبوا على الحجر عاد من بعد نبنيو الدار ديالنا ياك. غنلقاو ماشي الدار كاع فاش غنكونوا غير شي دار باش نسيرفيفيو في هاد الحلقه الاولى. باش ينسلكوا ينسلكوا بما بما نقادو نجمعوا الموارد باش نقادو شي دار نيت تكون قاده ومزيانه هي هذيك. وفاش غادي نبداو فاش نسكنوا ديما نحاولوا نسربيو نسربيو قبل ما يجي عاوتاني الى جا الليل غادي نسقوا في شي مشاكل. ماشي كده لان هذا الاول اللي مونستر تيكونوا كثار باللي ما نقدوش ندابزو معاهم. كاين شي واحد هنا عرفتي كيبان ليا نمشيو لشي قنت اخر فيه الحجر لان تما غاداك الزومبي ما عندنا ما نديرو المشاكل. لي زومبي تابعيننا صافي تيتحرقوا 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 بالشمس. مع الشمس كيتحرقوا هما ياك. كيتحرقوا هما داكشي باش ما كيخرجوش كيبقاو في الكهوف. تي كيبان ليا نمشيو ليه. اجي تبعني تبعني كيبان ليا نمشيو ليه. كيبان ليا نمشيو ليه حسن نقلبوا. واك الحجر الفوق في الجبل شتي ليه. كنشوفو. يلا نمشيو ليه نمشيو ليه دغيا. هما قرب لينا نيت. وكاع نجمعو شويه جمع شي 20 ولا شي حاجه لان نقدروا نستعملوه من بعد. 20 اوكي 20 10 اللي جمعتي. المهم ولا عرفتي جاتني واحد الفكره. شوف نحفروا هنا ياك نحفروا ندخلوا مزيان ونديروا الدار ديك الدار فين نباتوا في الليل نديروها هنا نيت. لا ما تحفرش الارض خلي الارض هكا. احفريري هنا احفريري هنا. المهم قد هذا هكا مزيان نيت باش ما باش نربحوا الوقت ياك. نربحوا الوقت ومن هنا نجمعوا الحجر من هنا نقادوا بلاصه فين نبقاو في الليل. عرفتي شكي نحطوا الكرافت تيبل هنا هكا وغادي نقاد انا دروك الناموسيه قاد حتى انت ياك عرفتي كيفاش تقاد. دابا نشوف تسنى. هي غتبان لك دروكا صافي صافي بركه وكيلا نحطها هنا. هاي شتيها هي هادي. تسنى نشوف كيفاش تقاد. كتحط داك الوود بلانكس كتحط ثلاثة في السطر التحتاني ايه وفوقهم كتفرق عاوتاني الصوف بحال نيت لعبت تقاد شي ناموسية الصوفة الفوق والخشب لتحت وانت عندك ناموسية ثلاثة ديال الصوفات الفوق. صافي راني قديتها. هي خصنا شويه تاع الشربون خصنا نقلبو باش نقادو دوك الشمعات انا مو باش كنضويو. صافي نخليو هاد البلاصه دايره بحال هكاك. غنرجعو نسدوها ولكن دروكا خصنا نقادو باننا جمعنا الحجر نقادو الادوات باش غنستعملو. نقاد بيكاكس ديال الحجر و واحد الفولا. كيبان لي الشمس كيبان لي الشمس بحال كتهبط نشوف كتهبط غادي وكتهبط قرب الظلام اجي قرب الظلام داكشي قديتي انا قديت سيف. اش خصنا نقادو دابا كاع الادوات اللي كنحتاجو منهم البيكاكس اللي هي الفاس السيف البالا الشافل والشاقور داك الاكس الشاقور داك باش تنقاد باش تنحيدو الخشب. كتعرف كيفاش تقادو واقيلا ياك؟ ماشي كاملين ولكن يعني نشوف الا احتاجت المساعده نقولها لك. انا قديتهم هما ويلك. صافي كيف هي نجمع شي نجمع شي تاع الدرت لا التراب نجمع التراب باش نسدو علينا حتى يجي قديت سيف وودن سوورد
خصنا الضو ما عليناش عرفتي، خصنا نعسو قبل ما يجي الليل بشويه، نعسو باش ما يتسبروش علينا لي مونستر. بحال هكا ونخليو هاد الفوق بعدا، نخليو بحال هكا واحد البلاصه باش نضل نطلو. و صافي صوبتيهم شنو الودن فيكس؟ عرفتي شنو صيبت واحد الودن فيكس؟ فيك نعس نعس دروك باش يجي الصباح حتى باش ما يجيوش لي مونستر. نعس جا الليل، جا الليل كي ظلام الحال. نعس نعس في النورك على الناموسيه وغادي تنعس. واخا لا نعس هاني نعست. صافي صافي دروكا غنحلو هنا. الا حليتي دروكا غيبان لك لي مونستر تيتحرقوا، يقدر يبانوا لك الا كانوا. لا ما كاين حتى شي مونستر، ما تصبانوش. لا انا نعسنا بكري. طلعنا حتى الليل غيبانوا لك لي مونستر. واخا دروكا قديتي كملتي هذوك الادوات ديالك صوبتيهم؟ كملت اغلبيه ديالهم الصيبت. دابا تنقول لك اشنو عندي. عندي وودن فيكس، عندي وودن سورد سيف، عندي الفاس وودن بيكاكس. قلتي قديتيهم كلهم بالخشب؟ بالخشب. كان عليك ديرهم بالحجر يكون احسن. بالحجر. واخا غادي نحاول هذه المره الحجر احسن. انا غادي نمشي غنجمع شويه ديال الماكله. الماكله قدروا كاين بزاف الحوايج اللي كيتقدروا يتكالوا منهم. داك البقر كاين، هذا الخنزير حتى تقدر تقتلو تعطيك ولكن داك اللحم ما كيخصكش تاكلوه، كاين الدجاج عاوتاني كيخصك طيبو، وباش طيبو يخصك تصوب فران. دوك انت خاصني نصوب شي فران، فكرتيني تفكرت هذه القضيه هذه. ولكن الفران غادي يخصو اش كيتسمى الشربون الفحم. ويخصنا غادي خاصنا نمشيو نقلبو عليه الا كاين شي كلام هنا. عرفتي كيفاش كتصوب فران؟ لا لا مازال ما عرفت. المهم الا ساليتي هذوك نوريك كيف ياك. ها هو انا نحطو حتى نوريك كيفاش تقادو. واخا نصايب دابا اغلبيه ديال سميتو الاسلحه من الحجر كما قلتي لي. اييه المهم دروكا شو شتي هو؟ الا شتي هو داك الفران ها شتي. الفران هو هذا. عندك الحجر؟ باقي عندك الحجر؟ لا الحجر باقي عندي. غتحط غاتي داك الكرافتين تيبل غتدخل ليها. ايه تما شحال من كاز؟ من كاز كتبان لك سعود. اتعمرهم كلهم بالحجر الا الوسطانيه تخليها خاويه. واخا غادي يعطيك فران. وخصنا نمشيو نقلبوا على الشربون. واحد القضيه ما شحال من واحد ما كيعرفهاش، حتى اللي كيلعب ماينكرافت قليل اللي كيعرفها. هذيك القضيه ان الخشب ايه تقدر تقاد به الفحم الا ما كان عندك حتى شي منجم حداك. الخشب بوحدو؟ الخشب ايه، غير الخشب كطيبو في الفران وكيعطيك الفحم. ولكن اش من خشب؟ داك الخشب اللي تيكون في الشجر ماشي داك البلانكس. غنمشيو نجمعو شويه درك. هي كاين الانواع ديال الخشب في الطبيعه. الخشب كاين غير اللوان. كاين هذا اللون هذا اللي كيكون في هذا المستنقع، كاين واحد تيكون في الثلج تيكون كحل مغموق، كاين واحد تيكون في الغابات تيكون بيض ومخطط بالكحل. انواع ديال ولكن ما كيبدل والو، كلهم كتقدر تكرافتي بهم. هو على حساب اللون، هذوك كيكونوا مختلفين في اللون. دروك غادي نجمعوا شي ديال الخشب. عندك هذا الاكس هذا بحال اللي عندي؟ عندي هذاك سير هو باش تجمع الخشب، لانك هو كيجمعو بالزربه. غتمشي الى شتي راه غيبان لك كيتجمع بالزربه. تسنى نشوف هذا اللي عندك. تسنى هذا سميتو اكس. محالش عندي. تسنى شوف هذا. شوف لا هذيك الشافل هذيك. خصني نعاود نقاد هذا الاكس. لا هاك هاك ها واحد الكرافتين تيبل عندي انا هنا. هاك هي انا نوريك كيفاش تيتصاوب. هي كيفاش كتحط بحال بيت قاد هاد الشافل هذا اللي قاديتي. ايه كدير غير واحد الحجره الفوق ياك، كتزيد في الجنب ديالو، كدير ثلاثه جوج وحده في الجنب، جوج في الفوق وحده في الجنب. سميتو ستون هو؟ لا ماشي الهو، زيد وحده تحت الهو، كتزيد على الهو وحده في التحت حجره وحده تحت. تحتاش داك ديرها في الجنب.
صافي هي ستون اكس فيكس اكس خرجوا لي هنا ستون فيكس اللي خرجوا لي نشوف كي داير. ستون لا لا ستون اكس ستون اكس ماشي ستون فيكس ما قريتش مزيان ستون اكس صافي هو هذاك المهم جمع بيه الخشب قديتيه شنو لا ما قديتيش طاح ليك عاود عاود صوب دغيا طاح لي طاح لي خصني سميتو خصني ال خصني العصا الباطون صافي صافي دابا قد الو كازاكي وي صافي دابا كنسمعك قلت لك غادي داك صافي دروك غادي تمشي تجمع شويه الخشب نجمعوا شويه الخشب هو اللي فوق في الجبال الخشب صافي لان غادي نحتاج وهذا الخشب هذا الا جمعتيه ما تردوش بلانكس خليه هكاك عادي فهمتي كيفاش لان غادي نحتاجوه نحولوه للشربون نحتاجو نحولو بالشاربون و كنجمع الخشب كتجمع الخشب انت دروك لا كنجمعو انا جمعت شويه ديال الخشب شحال غيكون عندك دروك هاد الخشب دابا عندي سبع الخشب اجي نجمعو من هاد تحت هذا اللي في وسط المصنقع كنشوف كيبان لك كيبان لي المهم غنمشي نجمع شي شويه ونرجعو نحط بركه وقيله علي انا الخشب جمعت الخشب غنمشي نقد شويه ديال هذاك دروكا كيبان ليا الحلقات الاولين غيكونوا شي شويه مملين اي شي شويه لان ما نديروش شي حوايج كثار حتى الحلقه الثانيه ولا الثالثه بما نبداو نبنيو في الدار نزلوا الكهوف عاد غيكون شويه الحلقات فيهم شويه ديال الحماس وداك الشيء كيبان ليا واقيلا نحبسو هنا نحبسو دابا ايوا ايه نحبسو دروكا حتى نمشيو نجمعوا الخشب ونجمعوا داك الشيء اللي خاصنا باش الحلقه الجايه فاش نجيو نكونوا قادين داك الشيء اللي خاصنا كنا جمعنا الخشب كان جمعنا الحجر جمعنا كل شيء ونبداو الحلقه الجايه ان شاء الله نبداو نقضوا الدار ان شاء الله ان شاء الله يلا نخليكم حتى الحلقه الجايه تابعونا على وريسون تيفي يلا تهلاو